نحييكم على شاشة التلفزيون لبنان، ورح كون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول لهنا. أهلا وسهلا فيك أم سيرين. أهلا وسهلا فيك شيف. أنا وأم سيرين اليوم حنحضر عبر شاشة التلفزيون لبنان كاستاليتا بوجارسكي. شو بدي من مكونات؟ بدي 400 جرام لحمة هبرة ناعمة، صدر دجاج كمان 400 جرام أو 500 حسب ما يطلع، حسب ما يبيعونا إياه. إيه حسب تكون دجاجة ناصحة وضعيفة. إيه. كعك بدي كباية ونص، بطاطا 800 جرام، لوبيا 400 جرام، بندورة حبة صغيرة من هاي المعلقة ثلاثة، بسطة مثل هاي بترقص رأس وحدة، بيض عدد أربعة وحدة بقلب اللحمة والدجاج وثلاثة للبانيه، زيت بدي للقلي وبنا للتحمير البطاطا، فطر 150 جرام طازة، كريمة سائلة بدي تقريبا ثلث كباية، طحين كوب، زبدة شرح عدد اثنين، برجل طيب، ملح بار أبيض. صنف جديد، صنف جديد وطيب. راح أشوف كيف بيتم تحضيره دايما عبر شاشة التلفزيون لبنان. أول شيء حنبلش بالبصلة. البصلة بدنا نص لها، نص بقلب اللحمة مع الدجاج، والنص الثاني بدنا نحطه للصوص. نعم. واساسا ما بدي بصلة كبيرة، بحب بصلة وسط. يا حاعطيكي مقلية صغيرة. نحط فيها نص شقفة الزبدة، اتشلك اياها انا. يعني حتى ما فيها كمية دسم كتير. ايه شو أصولها هيدي الطبخة شيف؟ فرنسوية. اها يعني هلا نحن اليوم بمطبخ الفرنسي. فرنسي قريبة لزيلينسكي هيدي حده. جار. شو دورت؟ داير داير. يا نحن بدنا نص بصلة. نعم. لقلب الحشوة. وقلنا بدنا نعمل نص بصلة للصوص يحفرمها بفرد مرة. نعم. مشان ما تعذب مرتين. وبناخذ اتصال. الو. انا ما عم بسمعك. بعد ما حكيت. بونجور. الو. بونجور. اهلا. كيفك مدام؟ اهلين، مين شيف انطوان؟ نعم. كيفك؟ جورجيت معك. اهلا وسهلا فيكي. شيف انطوان بدي عزبك، بدي كيف بدي فرز الفطر بدون براد. الفطر بدون فريزر يعني. بدي عزبك وبسمعك على التليفون. الفطر عيني اسمعي دغري. الو. الو. طيب نشرح. الفطر ما بيتفرز، بيسود. فينا نخليه بالبراد وفيك تكبسيه بالمي والملح. بالمرتبين بيمشي حاله. يلا الله بشرح عليك اياهم. هاولي يحضيفهم دغري انا للصوص. نعم. نحن الصوص بهاي حنسويها. هلا بعدين بنحط معها باقي المكونات. باقي المكونات نحطها على جنب بس لاشتغلنا. ناخذ اتصال جديد. الو. الو. بونجور. بونجور. كيفك مدام؟ بس في احكي مع الشيف انطوان. شيف انطوان معك، اهلا وسهلا فيكي. الو شيف انطوان بونجور، كيفك؟ منيح كتر خير. الله انت كيفك؟ بدي اسالك، غليت شوية مربى فرجل سكروا معي، شو في اعمل لهم؟ قد ايه الكمية؟ نعم. الكمية قد ايه؟ الكمية شي كيلو. كيلو. جيبي طنجرة مثل هالطنجرة. ايه. حطي فيها ماي نصها. نعم.
وجيب المرتبان حطيه بقلبه. بعدهم هن بالطنجرة. بعدهم بالطنجرة احلى واحلى. زيديهم قدر فنجان قهوة مي. غلي المي بس مش مسقعة. غليها للمي بالركوة. ضيفيها فوقهم. خليه يغلوا غلوتين. ضيفي لهم ملعقة كبيرة ونص عصير حامض. أو نص ملعقة حامض الليمون. اطفي النار وحركيهم واسكبيهم بيروح التسكير منهم. ميرسي كتير. تكرمي. أهلا وسهلا فيكي. هيدي حطي لي فيها مي لنساوي اللوبي. ومناخد اتصال جديد. وهيدي مي للبطاطا. لا كتير. طيب نشيل منها اللعبة. بونجور شيف أنطوان. بونجور. يعطيك العافية. الله يعافيكي. بليز بدي اسألك أنا عن اللحمة اللي بجيبها فوفيلي للشوي. نعم. هلا انا لازم احط لها ملح وبهار وزيت وارجع شكه ولا كيف هيك ما تنشف؟ والكفته زيت الشيء بدي اسالك. الكفته لا غير شيء، الكفته ما بدها زيت. اوكي كل وحده، قل لي كل وحده كيف بدي اشويها بطريقه ما تنشف. اوكي اللحمه الفوفيليه تبع العجل. نعم. للكيلو بتضيفي معه 4 ملاعق خل ابيض. حيلا. اوكي. 4 ملاعق خل. أوكي. ملعقتين عصير حامض، ملعقة صغيرة وربع ملح، رش صغير بهار أبيض، نص ملعقة صغيرة بهار أسود حلو. حركيهم مع بعضهم، نقعيهم شو ساعة، شكيهم وينشووا. وبلا ملح، مش إنه نسيت. بلا ملح. نص ملعقة صغيرة وربع للكيلو. أوكي. بدهم ملح، ما في شيء بلا ملح. أوكي، فكرت بعدين ما ينشووا. أوكي. فيكي انتبهي. فينا احلى اذا بدك تخلي الملح من بقى قبل ما تشكيهم، ترشي الملح وتخلطيهم دغري وتشكيهم. اوكي. من بعد ما تنقعيهم. هلا الكفته هي لحمه ناعمه هبره عجل بس فيها شويه دهنه من زور الغنم او دهنه غنم، لازم تكون وقيه للكيلو 200 جرام. بينحط مع بصل معصر مفروم ناعم وبقدونس ناعم، ملح بهار اسود حلو، قرفي نعمي، ما بحطوا ابدا مع زيت. تكرمي. اوكي، بس سؤال، اللحمه قلت لي خل وحامض مع زيت او بلا زيت؟ حطي لها بلا، حطي لها زيت، نص فنجان قهوه. زيت مش زيتون، زيت العادي. زيت نباتي، نعم. نباتي، ميرسي كثير شيف. تكرمي يا عيوني. كلك ذوق. تكرمي. خليهم ينسلقوا. ايه ينسلقوا نص سلقه بس. نص سلقه ماشي، 3 دقائق 4 دقائق. تمام. تفرط بالطبخه. مكعبات وسط. مكعبات وسط، نعم. لما يكون الحجم كله تقريبا قد بعضه ليستووا مع بعضه. نعم. ناخذ اتصال جديد. الو، حطي ملح ملي معروف باثنين. الو. الو. مرحبا. الو، بونجور شيف انطوان. بونجورين، يا اهلا وسهلا. كيفك؟ منيح. يا شيف انطوان، بدنا منك شيء قالب جاتو هيك، انا عندي مشكله عم بعمل جاتو بس طلعوا من الفرن بيرجع بيهبط. نعم. ايه بدي منك هيك شيء قالب جاتو يكون هيك يعني انه مثل الكيك. يلا. يعني خبريني على المكونات وظبط لي كيدي دغري من اليوم، وهلا نيفك تلحقي تساوي قلب جاتو اليوم وتاكليه عشيه. يلا. ايه انا بحط 4 بيض. نعم. بحط 2 طحين. نعم. 2 كبايتين، نص كبايه زيت وفانيل وويسكي وبرشه حامض، واخر شيء بس انا عم حط الطحين بحط له معلقه ونص بيكن باودر. اوكي. اول شيء نص كبايه زيت لكبايتين طحين كثير كثير. بدك فنجان قهوه زيت. ايه. سكر ما قلتي لي قد ايه بتحطي السكر؟ بحط نص كبايه كمان.
قليل مش قليل نص كباية يعني انا ما كتير بحطه حلو. طيب المشكلة هي بالزيت عندي. ايه هلا بس زبط الزيت وملعقة ونص بيكون بودر منيح العيار. ايه عملي يون ينفخ عم اهله وحطيه على درجة حرارة 180 مش اكتر. ايه يعني وسط واقل شوي. اقل ايه 45 دقيقة بيطلع معك بجنن على مسؤوليتي. ماشي. فيني عزبك بشغلة تانية يا شيف أنطوان؟ ولو تكرمي. بدي اسألك كيف بيعملوا كشك؟ الكشك؟ ايه يلا انت اول مرة. ايه ايه اول مرة وخايفة ما يزبط يعني بتعرف بكلف. منخلي يزبط هلا. ايه هلا بعيط لك علي تكرمي. اوكي تكرمي. نوصي هون النار. الكشك كيلو برغل خشن ابيض. اوكي بتحطي بتجيبي له للكيلو لكيلو الكشك اصولا البنيه مزبوط بده 5 كيلو لبن. لبن اوكي. هلا بيمشي بثلاثه انتبهي بس بيطلع بيطلع طيب كمان بس ليطلع اطيب في طيب وفي اطيب. اوكي هو الخمسه. اوكي هلا منبلش بالاول بتحطي لكيلو البرغل كيلو لبن. اوكي تقريبا من الكبايه 4 كبايات ونص تقريبا او 5. اوكي اوكي بتحركيهم فيهم وبتتركيهم من عشيه لعبكره او الصبح لعشيه بترجع بتضيفي عليهم 0.5 كيلو لبن وبتحركيهم بترجعي بعد 5-6 ساعات 0.5 كيلو لبن وبتحركيهم بتحطيهم ما بدهم براد براد البراد بمحل في في مجرى هواء وشقفة على وجهن شقفة مش نايلون. اوكي صار عندنا 2 كيلو لبن. اوكي اوكي هلا بترجعي ثاني نهار الصبح كمان 0.5 كيلو لبن بتحركيهم 5-6 ساعات 0.5 كيلو لبن. هلا هون اذا بدك توقفي فيك توقفي فينا نوقف بتشيليهم ساعتها بتقطشيهم شقف بتحطيهم بالشمس ومجرى هواء واذا ما كان في شمس يفضل تضربيهم وما فيش هواء بالمروحة بس ينشفوا بتطحنيهم او بتفتيهم او بتخديهم على المطحنة مع ملح تحطي لهم ملعقة كبيرة ونص بيمشي حاله. هلا اذا بدنا نكمل للخمسة كيلو ايه ترجع بتضيفي كمان 0.5 كيلو لبن بتحركيهم والكيلو نص اللبن بتحطيهم بكيس لبنة تقطعيهم ليصيروا لبنة وبتزيديهم على دفعتين لإلهم. تكرم عيونك واهلا وسهلا فيك. ميرسي كثير يا شيف. تكرمي لك ذوق فيك تلبسي. يلا باي. تكرمي. هلا كله موسم المونه. ايه مونه. لا الكشك طيب انتبهي. ايه طبعا هو اطيب شيء بالصيف. ايه. بالشتاء بالشتاء طيب هاي تكون الدنيا مسقعه صحيح ومدوري الصوبيا ايه بتجنن ايه وتعملي كشك ومناخذ اتصال. الو بونجور شيف انطوان. بونجورين يا اهلا وسهلا عيني. بدي وصفه الهريسي ل 15 شخص بتريد وبدي كمان وصفه كعكه ترابلسي مع الحشوه. كعكه شو؟ ترابلسي ترابلسي. اه ترابلسي تكرمي. اوكي الهريسي بدك اياها على لحم اكيد المزبوطة ل 15 شخص. ايه بس على لحم. ايه ايه لحم. ايه يلا يلا تكرم عيونك. شكرا لك. تكرم عيوني. تكرم صوت اللوبي هي عم تقطق يعني وعم تقطق سريع سقطيون. قوي النار. اللوبي بتحب النار القوية. كمان نص استوى شيف. ايه لا اللوبي مزبوط. يلا بس حطيت البطاطا حطيتي ملح فيها. يلا ايه كله نحط فيه ملح.
لكن الفطر ما فينا نفرزه بسواد. ما بيتفرز. لنعلمك أول شيء بالبراد بيهدي شهر. بتجيبي كيس ورق بتقدوحيه 4-5 دويح وتحطيه في الفطر إذا كمية مش كبيرة. إذا تكون كمية كبيرة نعم صينية تحط طبقة ورق أو فوطة ناشفة كمان طبقة فطر كمان فوطة ناشفة طبقة فطر طبقة ناشفة بيهدي بكعب البراد شهر. هلا إذا بدك تكبسيه بتجيبي هالفطر بتنزليه فورا بالماء المغلية تنزيلي غلوي وحدة بتشيليه دغري على الماء الباردة نعم يتعقم. نرجع بتجيب مرتبين بتعبيهم فيهم تخلط لكل كباية ماء ملعقة ملح خشن نعم بتدوبها بتضيف عليهم تغلي المرتبين 10 دقايق مغمور بالماء بيهدوا عندها سنة. وبناخذ اتصال. الو ايه يعطيك العافية شوف اطوال. هلا فيك حبيبي حسين العجوز بالتعلبية. اهلا وسهلا فيك تحياتنا من كل اهل البقيع. يعطيك العافية حبيبي. هلا فيك حبيبي لك قلبي انا عندي كشك من سنة الماضية بحطه بالثلاجة قديش بداينه بالثلاجة الكشك الفريزة بيهدي 3 سنين. 3 سنين نعم ايه اوكي شكرا لك تكرم عيونك حبيبي تكرم. وبالبراد قديه بيهدوا شيف؟ سنتين نعم داين اكتر بالتلاجة ايه اكيد. انت اكلتيها الكعكة الترابلسية؟ طبعا طبعا طيبة الكعكة الترابلسية. شو حشين لك اياها كانوا؟ شو حشينا؟ كانت محشية جبنة وفي مرة أكلناها جبنة. كمان كانت محشية يعني في لها عدة حشوات صحيح بس أكثر شيء بالجبنة صحيح أوقات بحطوا نوعين جبنة فيها نعم طبقة بطبقة مشان تمط معهم. يلا بلشي عبيلي هالفطر هون هاو مقطعين ما بي ملبسي كف لبسي كف ما بأثر إيه مثل القطن قد ما ترايا قد ايه صاروا سعرهم بالسوق الفطر الفترة قد ايه غلي كيلو 900,000 لا رخيص هلا هلا موسمه صحيح هلا بكره بالشتي بيغلى اكثر بصير بكيلو 300 لأنه موجود يلا هاي خلصنا منها. هلا بدنا نقطع ونبلش بالبوجارسكي نعم بهالوقت نحن عم نقطع رح نشرح الهريسة. الهريسة الكمية ل15 شخص يعني معناتها الست عازمة ناس مرتبة طبعا يعني معناتها بدنا نعمل لها اياها مضبوطة مش حيلا طبعا. أول شيء بدي كيلو ونص لحم غنم من الفخذ أو الباط بدنا معهم إما رقبة الغنم مع الكستلاتة عظمة الكستلاتة كلها أو من عظام الفخذ أو عظام الباط يعني بدنا عظم مش مهم اللحم صحيح لتعطي الدسامة. تغلي بالاول قطع اللحم قطع مثل ما انت بدك ما بيأثر ما له تأثير شيلي منه شلوش اذا في شلوش وبعدين حطيهم بطنجرة غمريهم على العظام غمريهم بالماء دوري النار عليهم شيلي الزفرة مزبوط وبتحطي لهم 4 ورق غار بصلتين لا قطع عفر مرة لغير كفي أنا بصلت فيلي على البطاطا بصلتين جزرتين طلوع بقدونس قد الباقة
الطلوع تبعها. شو 10 12 حبه من بهار الحب، 10 12 حبه من كبش القرنفل. نزلي لي البصلات، بننزل البصل الناعم هون ما خاصه بالهريسه، هيدي لطبختنا الكاستليتا بوجارسكي. انا بصفي بالوقت البطاطا، ضيف عليهم الدجاج شيف. نعم يلا ضيف الدجاج. عم نصفي البطاطا. نطحنهم في بصلة مدبلة بالزبدة وصدر الدجاج. سيري لي بيضة هون، اعملي معروف بها لنتأكد انه منيحة. منيحة؟ نعم. خليها الكاميرا تاخذها صورتها منيحة منيحة، يعني عم نمزح، عم نتولد شوي. يلا حطيها هون. يلا ضيف اللحم الناعم عليها، اعملي معروف. فينا نضيف إيه. نستعمل هيدي زيتها مستعملة بعدنا لا نعم. يلا احكمل اصبح عظام لازم تكون مبحبحة، كيلو نص من لحم الغنم الضاني مقطع، ضفناهم بطنجرة كبيرة، ضفنا عليهم مي غليناهم، شلنا الزفرة مزبوط، ضفت بصلتين مقطعين، جزرتين، أربع ورق غار، 10-12 حبة كبش قرنفل، 10-12 حبة من البهار الحب. إذا عندي عرق كرافس، عرق كرات بيكون أحلى، عرق كليل الجبل، عرق زعتر كمان بيكون كتير طيب، وضلوع بقدونس. بغليهم على النار 3 ساعات 4 ساعات، 3 ساعات ونص، نحن نقسمها بالنص. نعم. من بعد ما نغليهم 3 ساعات ونص منشيل منصفيهم منرجع المي على الطنجرة وبرجع اللحم على الطنجرة. أما العظام بعد 3 ساعات ونص مع المواد العطرية بشيلها ما بتركها معهم. منضيف عليهم لهالكمية كيلو نص من القمح المجروش، وبصير بحركهم على مهلي، بدهم يرجعوا وقت على النار تقريبا كمان حوالي 3 ساعات. حط لهم ملح، شوية بهار أسود حلو، ومن إليك إليك ولضيوفك ألف صحتين. يلا حطي ملح. بهار أبيض وبرج جوزة الطيب شوي، خلص بزيادة. دائما البهار الأبيض شوي حر، ما بنكتر منه قد البهار الأسود. نعم. بزيادة. دائما هون استعملت برجوز طيب لأنه شو؟ في صفار في بيض. نعم. بس يكون في بيض. يلا اشتغلي لنا فيها. خليه برمو. ياخذوا بعض. نعم. نجيب صينية بنحط عليها شوية زيت. يلا طفيها علي بزيادة.
ضيف شوية زيت. خليه يحمو. هي بدنا اياها شيف هاد. ايه بدنا نرجع نقلي فيها. اوكي. يعني احنا بدنا عشان ما نطلع جلي كثير بس. لا نحن. وحتى كمان بنكون اخذين من خلاصة ايه؟ البصل الطعمة مظبوط. برافو. طالع لونهم مثل الهبرة النية الملسة. مثل ملسة. صحيح. ايش لانه هديك بحطولها لي. صحيح. هاي اللي حاطين صدر الدجاجنا. يا خليها تحمى شوي. نعم. نحط عليها البطاطا. يلا رشي لي عليها ملح بهار ابيض وكعك. هي طلعت هيك الكعك كيف. يعني مثل عم نعملهم سلق من بعدها بينشوا. بيطلعوا كثير طيبين مثل الخاع هلا. صحيح. ورشيت بهار ابيض بايديك. ورشيت كعك. كمان بايديك كعك. رشي رشي ما تخاف. رشي رشي بتحبه. بدنا نحطها هيك. بياخذوا من كل الجهات. يلا. خلاص. نحطها بالفرن. المراحل اللي بدها تقطع فيها. مراحل. نعم. نطحين للبيض للكعك. جيبي لي شوية مي. هاي اللوبيا خلصت من بردها. شوي صغيرة حطي على فنجان قهوة خلص. يلا ملح بهار أبيض برجوز طيب. ضروري أو الشغلات نعملهم ما فينا نقول حطينا هون بهار أبيض وملح برجوز طيب. كله بده يعدل بعضه ليطلع فيه نكهة. صحيح. وما يتزنخ. إذا البيض هون أنا ما حطيت له بهار أبيض وبرجوز طيب بيزنخ معي لأنه ضفت له مي. وإذا ما ضفت له مي بيشد مع القطعة. كل هيدي عوامل منشان الشغل.
بزيادة. حتكون التتبيلة فايتة بكل النكهات، بكل النكهات صحيح. هون هلا اللوبيا صفيها، برجع بحطها بالوعي، مجبور بردها لحافظ على هاللون الاخضر الحلو. بنحط معها شقفة صغيرة زبدة، احطي لي شقفة الزبدة الفوقانية، مع شوية مي كمان ملح وبهار ابيض. هاو شغلات كثير مهمين انه نستعملهم. يلا انا بستعمل عندي بهار الابيض، انت الملح. يعني مثل ما كل كل شغلة عم نستعملها عم نزيد لها كمان الملح والبهار الابيض. نعم. هون عملنا الترتيب الداخلي، بسموه ترتيب داخلي مشان نقدر نشتغل. نعم. هون بدنا مي، بدنا نار خفيفة، هيدي نار خفيفة تقعد هون. هون بنحط زيت، حطي لي زيت. ومنجيب مسفاية، حط الكمية كلها شيف، حطيها مع صحن. ضروري هيدول الخطوات تتحضر قبل فيها نشتغل عشان دغري كونوا جاهزين. وهون نبلش نار خفيفة تكون تحمى على مهلها. هون بلشت هلا صار فيي غطيها. هاي بالأول نحن عم نسلقها ممنوع نغطيها، بيغير لونها. نعم. هلا مع شوية مي وزبدة بدها تغطي. لابس كفوف، محضرة حالي. أنا جاهزة. أنا نص تحضير. ايه. النص الثاني بدها الإيد الثاني. على الطريق. الكعكة الطرابلسية. كيلو طحين. منجيب 3 ملاعق خميرة. ملعقتين خميرة. منحطهم مع ملعقتين كبار، هونيك صغار الخميرة. ملعقتين كبار طحين مع نص كباية مي مع رشة سكر، وبحط وبغطيهم مع بعضهم ساعة. بدي أعمل تفعيل للخميرة، تفعيل للخميرة. برجع الكيلو الطحين شلنا منه ملعقتين، نضيف عليه ملعقة واحدة. انت بدك تساعديني هون اذا بدك. اوكي يلا انا باخذ منك. بدنا نعمل له راس معكوف. هذا منحني، هذا متواضع، حرام. بحب التواضع هذا الراس. بهالشكل. هيك. نعم. بنغطه بالطحين. الطحين للبيض للكعك. وما منكتر لها طحين ونقدمها للزبون، هي بس طحين. ايه نتفة صغيرة طحين بس. بدنا نرجع كيلو الطحين شلنا منه ملعقتين، نضيف عليها الخميرة اللي بعدها ملعقة صغيرة، ملعقة كبيرة ونص سكر. زيت ربع فنجان قهوة، شوفوا قديه يعني 3 ملاعق بالملعقة، ملعقة كبيرة 3 ملاعق. حلو التواضع. سر العكفة ليه؟ ايه؟ سر العكفة. سر العكفة الانحناء والتواضع. اه. لا عم نمزح. ايه. هي اسمها كاستلاتا بوشارسكي. نعم. كاستلاتا بالظهر انه العكفة تبع الكاستلاتا. نعم. بس. ساكن بنحب نمزح شوي. ايه بتعرفي الوضع على طول مأزم، والناس وضع اقتصادي صعب، والحرب الشنوب وكله مع بعضهم أثر. بنعجنها، بنضيف عليها الخميرة اللي تخمرت،
برجع بقطع كرات تقريبا اكبر من هاي شوي، وبتركها بلتها بطحين الذرة وبتركها ترتاح 4-5 ساعات مغطيين بشرشف او ورقة نايلون. نرجع من مدة بشكل مدور مثل الصحن، نعم، بنفوتها على الفرن يلي هو بيعمل منقيش، بنسويها بالفرن بتطلع معنا الكعكة بنلتها بالسمسم عفوا قبل، ومنلتها ومنفوتها على الفرن ومنخبزها ومنشيلها. نعم. الحشوة في منها عدة حشوات، في ناس بحطولها جبنة نوعين، في ناس جبنة نوع واحد، نوعين يعني نوع شيدر ونوع سوري. هون بتصير حسب الشخص هو كيف بحبها، يعني الحشوة اللي بقلب الكعكة. شلتي لي الحشوة اللي بقلب الكعكة حسب كل شخص كيف بفضلها. مزبوط، كل واحد مثل ما بده حشوة. فينا نحشيها جبنة عادي، فينا نحشيها جبنة الموتزاريلا مع الشيدر، فينا أشقوين. نعم. يعني البنية بنحطها على الفحم. نعم. أو على الجريل أو على المصباح. نعم. كهربائي أو غاز ومنسويها. يلا شيلي قليها. وليه شي طعمة الفحم مع الكعك هو تعطيها نكهة. وفي منهم بحطوا معها مرتديلا وكمان أشقوين. ايه خليها هيك بديها، ما بدي نار قوية. بهالوقت يلي عم ساوي الكوتلات بوجارسكي انا وام سيرين، يعني توقف معهم حتى اعلانيه ومنتابع حلقتنا عبر شاشه تلفزيون لبنان. ومن بعد المحطه الاعلانيه منتابع حلقتنا انا وام سيرين يلي انضموا لنا، هلا عم نساوي كوتلات بوجارسكي. اي بتطبطب لها شيف قبل ما تقدمها. ايه؟ بتطبطب لها قبل ما تقدمها هيك. اي على هذا حلو الطبطب شو على. ايه بكون موتر بيروح التوتر منه بالطبطبه. طبطب لها. انا عندي اجلك الكلب بغنجو. نعم. اذا ما غنجته بيعمل لي هيك، بغطي لي حلو بيزعل، بصير يعمل لي بايده. طبعا ايه بيزعل شو. كل شيء بده، كل شيء بده غنج. في احلى من تربيه الكلب. هقول لي اياهم. ايه أوفى صديق. ايه بتعرفي شو بلا المسفاية، في صينية هون، افتحي هون تحت تحت تحت. ايه عندي صينية الفوقانية، جيبي لي اياها هيك مباشرة على الفرن. حطيهم دغري على الصينية لأنه بنفوتهم على الفرن بعد. صحيح. ليه؟ ممنوع تبهوا. ليش؟ بسألكم ليه؟ لأنه فيها لحم دجاج بلا تكون مستوية 100%. صح. يلا هاودي اثنين خلصوا وهاقلي بيهم. حط بعضهم عشان الساعة. اي هلا بنزبطها. اخطر شيء الدجاج ما يكون مستوي بالاكل. بعد في عنا الصوص. نوصي النار. لو هي كقطعة دسمة يعني ما بحس ممكن شخص ياكل أكثر من قطعتين. ايه لأنه ياخذ مع الخضرة. خمنت بدك تقولي قطعة. لا لا قطعة. ايه توفش معي أنا. أنت لا أنا بتوفش. ولا مع جورج. توفش معنا. حسابي حسابنا بقطعتين. أبدا. فادي بطنه صغيرة مثلي. يلا شيليها.
ما حتكفي الكمية كلها شيف، بس صينية. نعمل صينيتين، شو المشكلة؟ بدك نحطهم صينية كبيرة مرة واحدة مع بعضهم؟ نعم، نحطهم فوق بعضهم. يا ما بيأثر. يا بلشي بالوقت. ليلي البندورة في محل حدك هون هون، نفس المقلية. نفس المقلية؟ هي صاحبتنا. ايه اوبس، ما بدها تنقلها. فزعت بكلمة قلي غطى قلبها. ابدا. شايفين نستعملهم لأنه نحن طاولتنا نظيفة دايما. ولا بيتعقموا بالزيت. ابدا. هلا هون شوي طلعوا نتف كبار. نعم. لأنه اللحم استعملها كلها سوا مع بعضها. حطيهم دغري على الصحن، قلبيها البندورة. جيبي صحن قلبي وحطيهم فيه. خلص شيف؟ ايه خلص. ايه بدها شيء بندورة كلها طيب نية. شو بدها؟ هيدي البندورة كمان طيب المعلقة. في هديك الجبلية. أطيب وأطيب. أطيب وأطيب الجبلية مع سماء وملح. حتى بالمزاد طيب. لو بتشوفي مع الجبنة شو طيبة. مع الجبنة صحيح. حبة زيتون. صحيح. يي 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 شو طيبة. مع المزايت مع كل شيء طيبة. أنا زارع منها بس السنة مش كتير خدمت. نقلبهم هون شايف؟ اقلبي. اه ما طلعت؟ طلعت بس أول فوج طلع منيح. نعم. بعدين صار قوة الشوب تسهل وتحل. نعم. بسموه بحل الزير. نعم. ما لقطت مزبوط. نعم. يا. خلص. تبهي لي لرقبته الله يخليك. ايه تمطق. خلي خلي انا بشيله يلا. ناخذ اتصال. الو. الو بونجور. بونجور شيف انطوان، كيف؟ بونجوريني، اهلا وسهلا. انا الهام معك، اول مره بتصل فيك، علقت معي. لك يا اهلا بالست الهام. ميرسي، اهلا فيك. بنرحب فيكي، اول مره بتحكي معنا من بعد 32 سنه هيني. ايوه ايوه، اول مره علقت معي. برافو حبيبي. كيفك يا الهام؟ انا من الاشرفيه عم بحكي. تحياتنا لكل اهل الاشرفيه، خبريني كيف الاكل عندك. مرسي حبيبي، كلك ذوق، الله يخليك بصحتك. تسلمي. شيف أنطوان، أنا عم بعمل بطاطا سفلي ما عم تنجح معي 100%، عم تفرط. بطاطا؟ بطاطا، إيه بطاطا سفلي. سفلي يعني؟ إيه ما عم تفرط، مدري ليش عم تفرط. ليش بدها تفرط؟ ليه؟ قليلي كيف عم تسويها؟ بسلق البطاطا. نعم. وبحط طحين وبيضة وملح وبهار نتفة. لا بدها طحين ولا بدها بيضة. وزبدة. زبدة بدها. شو ايه. بعد؟ بس هاو هن اللي بحطهم. قديش عم تحطي بطاطا؟ 2 كيلو؟ لا كيلو. كيلو، حطي له شرحة زبدة وحدة مش كبيرة. نعم. قد هاي حطيتها هلا أنا الأكوانية مع الباستي للصوص. نعم. وملح وبهار أبيض بس، لا بده بيضة ولا بده طحين. اوكي طيب. حطي نص الكميه بكعب الجاد، قلي بصلي مع شويه صنوبر او لوز ولحمه. نعم. ملح بار اسود ضيفيهم فوق منهم. نعم. بيسيون شوي بورقه نايلون او بالملعقه. نعم. وحطي طبقه تاني، حطي شويه كعك او جبنه، حطيهم بالفرن. اوكي بس شيف انطوان، انا اوقات بكتر زبده، معقول الزبده بتفرطهم؟ ايه اكيد، ما بدهم كتير زبده، يعني الكيلو
بالجرام بده 50 جرام. نعم نعم اوكي. طب شيف انطوان شغله بس بعد وحده مال معروف تكرمي ولا صار زمان ما حكيتي معنا تكرمي يا الهام. بعد 10 اسئله قولي بس. الله يكرمك يا رب يخليني حصاد. تسلمي. عملت كبيس لفت هيدا مش مقت الثاني خيار؟ نعم كبيس. في فرق كثير بين اللفت والخيار يا الهام. لا لا مش الخيار مش الخيار. طيب المقتي مقتي طيب المقتي إيه اذا مش اللقبه تلقى النبيض. ضيعت هلا لانه اول مره عم بحكي معك ملبكه نسيت. لا لا طيب يلا عم جديد عملتي كبيس مقتي شو بهون؟ عملت بس لسه عم بفوره. نعم شو عم يصير فيهم؟ عملتهم بس لسه عم بفوره. عم بفوره ملحهم قليل. اه قديه حاطه لكبيت المي ملح؟ نعم حتى انا عملت ثلاث قطرميزات بكل قطرميز ملعقه ملح. القطرميز تبع الكيلو؟ نعم الصغير. ملعقه ملح ملعقه شوربه؟ ملعقه الاكل. ملعقه شوربه وملعقه صغيره. ملعقه الاكل مشيك انطوان ملعقه الاكل. لا منيحه منيح العيار. بس ليه؟ اخذت اكثر. طب روقي المرتبين اخذ اكثر من كبايه؟ ما بعرف. طب ليكي لغير مره؟ نعم لغير مره كيلي بالكيلي كل كبايه حطي لها ملعقه ملح. كل كبايه ملعقه ملح؟ ايه وزيدي من فوق منه هاي ريو. اوكي اوكي هيك بيزبط معي. طب معلضين شيل الشمس هن عم تضربهم شي شمس؟ لا 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 تركتهم بالمطبخ على جنب. ايه ما بيأثر لغير مرة هيك عملي. اوكي طيب شيف انطوان معقولة بدي اقتلهم راسهم من الكعب ومن راس؟ نعم انا ما قصيت شي منهم حطيتهم مثل ما هن. ايه ما بيأثر. ما بيأثر ما خص هيدا. لا ما خص. بيستوى من جوا؟ ايه بتستوي من جوا. اوكي ميرسي كثير شيف انطوان وانبسطت اني سمعت صوتك. اهلا وسهلا فيكي. هلا وسلم لي على المدام اللي حدك. يا هلا تسلمي نورتي مدام. ميرسي كلك خير. اهلا وسهلا فيكي الهام. يلا بدنا البصل يشقر بس ايه شيف؟ مش اكثر بس يشقر يشقر. وبناخذ اتصال جديد. الو الو مرحبا. مرحبتين. كيفك شيف انطوان؟ منيح اهلا وسهلا فيك. ميرسي الله يخليك. شيف انطوان بدي اسالك اول شيء في حال يعني جبنا لحم لحمه ناعمه وقليناها وحطيناها بالبراد لحتى نستعملها بغير مرات لليخيني او لاي شيء لرز وهيك هيدا الشيء صحي شيء؟ انا اذا ضلت بالبراد ثلاث اربع ايام ما بيأثر. الو الو ايه الو ايه عم بسمعك. ايه اذا ضلت بالبرار ثلاث اربع ايام ايه ما بيأثر. بس ثلاث اربع ايام بس اكثر لا. اكثر لا بصير بدها فريزر. اوكي طيب اذا بالفريزر كمان ما بيأثر. شرط انه تكون اللحمه من عند اللحام مش من سوبر ماركت. تكون مجلده. اوكي اوكي اوكي. طيب شيف انطوان بعد سؤال اذا ممكن. تكرم حبيبي. شو هي افضل طريقه لحتى لحمه الدجاج السفين او شيء اذا انت عم تطبخها ما تعمل زنخه بالمره بالمره؟ بدك اول شيء تنشال. في شغلتين كل طريقه الى شيء. يا فينا نقلج دجاج او فينا ما نقليه. انت ايه مثل اكله شو عم تصدخ معك؟ قلي لشوف. طيب بشكل عام بشكل عام إذا كنا عم نسلق سلق الدجاج بدنا نحطه نغمره بالماي ماي عادية مش ماي سخنة. اوكي وتطلع لتطلع الزفرة منشيلها مزبوط للزفرة نرجع منحط مواد عطرية بسطة جزرة والإطغار عود قرفة كبشة قرنفل هودي عرق كيل الجبل عرق زعتر هاو بشيلوا الزنخة. اوكي اوكي. أو في طرق تانية منقلي الدجاج من كل الميلات نغمره بالماي أو نص ماي كمان مع مواد عطرية. اوكي. طيب شكرا كثير. تكرم حبيبي اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير ويعطيك الف عافية. تكرم اهلا وسهلا فيك حبيبي.
أنا نحرك ليصير لون أصفر أشقر. بهالوقت رح أشوف المقادير عبر شاشة تلفزيون لبنان. هون عم نشتغل عم يتحمص الطحين عم يصير لونه أشقر. هاي البطاطا خلصت بالفرن هيك بدها تكون هيك شو حلوة قرقشة قرقش. هاي الصوص بتطلع لونها بني. نعم. هلأ يفضل إذا عندي عظام دجاج أو عظام بقر أو عندي فوم بالبراد عندي إيه في استعملها هون بيطلع أطيب. ما في استعمل مي بيمشي الحال بده النتف بعد لأنه هي الصوص بدها تكون بالنية. الصوص بدها تكون بالنية. ايه يوم اللي بيحبوا المطبخ الفرنسي حينبسطوا بهالاكل. يلا وقت الأزي ابدا معك انا حركي. هي بدها ابركة دبركة. جيبي هالفطر حطيهم كلهم حركيهم شوية ملح. هاي بدها جيش برجوز الطيب ما بدها؟ لا يا خلص خليها تغلي بعدين بنحطهم على وشها. هلا لتغلي شو بنعمل؟ بنضيف الكريمة. نعم معهم بس لما تغلي. هلا انا اذا قلت لك شايف ابركه دبركه شو بتتمنى؟ بتمنى اكل منها اكل طيب هيك تكون قاعده. بس ها هي ما اتمنى شيء من الحياه. مصرياتنا واخذوهم خلصت. بس لازم تكون مبسوط. مبسوط بس هي ما تكونش تمثيليه. كانوا عاملين لها تمثيليه. هلا اخراج صحيح بيكون لها بطل وبيكون لها مخرج سيناريو. فني هيك ايه سيناريو بنا رجعوا المصاري مش بس أنا. صحيح. كل الشعب اللبناني بينبسط بس رجعوا ويكمشوا مدر المصارف أصحاب المصارف. صحيح. خلي رجعوا مصريات العالم. يلا حطي كريمة أحلى شيء. صدقني هنا إذا كمشو كرمالك أنت بس لا ياك كرمالي. أنا قد ما بتذكره أنا بذكره لأني حقاوي بثلاث سنين أنا تعب 50 سنة يجوا هيك يضحكوا عليهم. واحد بده يعمل مهرجان بفلان بضيع بلاش نسمي. كل واحد بيرضي مرت الزعيم يعطيها مصاري المهرجانات يعمل دعايه لشو؟ نعم. كل شيء في لبنان شركتين ام تي سي والفا. نعم. اللي هي بيعطوها 6-7 مليون دولار دعايه ولا هي 6-7 مليون دولار للدعايه لشو؟ بيضحكوا علينا. مزبوط. ما هن فيش غيرهم شركتين. مزبوط. عشو التنافس؟ مزبوط. يلا اسكو بلوبيا احلى. كاستلاتا بوجارسكي. فعلا ضلت اللوبيا على لونها. على لونها ايه. يعني على الامكان ايه. صحيح.
حتى صوت البطاطا هي وعم تنشال مرة، لأنه إيه لأنه تحمصت صارت بتشهي تقرقش. الصوص غير شكل، جيبي الصوص حطيه هون خلص ما عادش بدق علي كما تسمك اكثر. شوفي كيف كيف انه عم يغلو غالي. يلا جيبي ملقط سكيبيون حليهم قطعه بقطعتها. عم بنتبه لك على الرقبة شوف. جلسي لي هون شوي. طب يلا ما بيأثر يلا. صوص كتير أساسي معه. ايه حطي لي البندورة اثنين هون اثنين هون واثنين ورا. هلا اللي بحب صوص زياده بنحط له صوص زياده. انا من محبين الصوص زياده. وانا مثلك. هاي هيدي اللي فيها كريمه بنمسحها. اقول شو لك نجيب وحده جديده وخلص. عندنا كاسات كثير الله يخلي لنا التفال بالسفاره التركيه. وعاب الطحان ما دامهم بالوجود نحن بنعمل اكل طيب وبنسكب مع اشياء طيبه. يلا يلا وهيك بتكون امسنين. نحن مشكرك. انا بتشكرك شيف على هالحلقه الحلوه المميزه يلي هي كاستلاتا بوجارسكي. نشكرك مجددا. حلقتنا اليوم انتهت. على امل أن تمر هذه الأيام بسلام. من إلكم ألف صحتين. دائما احضرونا عبر شاشة تلفزيون لبنان. وأنا وإم سيرين من إلكم باي باي.